رسمات الوطن. مصر لازم نطلع على السفينة يا روح. بلا، بس عم اتأكد انه ما سينا ولا جنس. كل الاجناس معنا منها جوز جوز. كل الاجناس، طيور كلها، دواجن كلها، كل الحيوانات الأليفة والمفترسة. ومن جنس البشر في حدا غيرنا على السفينة؟ في عدة أزواج، لكن السفينة ما بقت تسيع غير شخص واحد بس. طيب، في زوج من البشر جاي يصوبنا. هون هربوا. روح، ما فينا نطلع معنا غير شخص واحد بس. مرحبا. السلام عليكم. أهلا، انت رجال؟ ايه. وانت رجال كمان؟ ايه. حسب أوامر ربنا فينا ناخد واحد من كل جنس. بكل الأحوال السفينة ما بقى تحمل إلا راكب واحد. أنا. لحظة. أنت ليش ملفلف بالأسود؟ أنا من داعش. داعش. وأنت ليش ملفلف بالأبيض؟ أنا مريض بالإيبولا. أنت؟ تعال معنا على السفينة. مرسي. نقلت لي معه إيبولا؟ إيه. في أمل 1% يشفى ويرجع إنسان طبيعي، لكن هالدعوش مستحيل يشفى. مشي يا خيي، مشي.